ايه اخباري؟ طبيعة الحال. ايه شويه كوران ان شاء الله غادي نفوتي. و لو فوت بالنسبه لي انا واجب وطني، طبيعة الحال غادي نفوتي باش ندلي بالراي ديالي، نعطي وجهه النظر ديالي ناحيه بزاف د الحوايج خصهم يتبدلوا، من ناحيه شحال من حاجه في داخل المجتمع. طبيعة الحال ان شاء الله غادي نفوتي ويكون خير ان شاء الله. كلشي في يدك.